السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جينا نتكلموا على واحد القناة اللي هي مؤثرة، فعلا مؤثرة، مؤثرة بأشياء سلبية، اللي هي كتبقى تحكي ومرات كتبكي ومرات كتشكي ومرات كتعرض بعض الحويج ماشي في الصلاح ديالها ولا ديال المتتبعين اللي عندها، ومع العلم انها عندها متتبعين كتار وكيتابعوها، والكل كيقول علاش كيتابعوها، واش للتفاهة ولا للفضول ولا للتبرقيق اللي احنا معروفين به المغاربة، كنبغيو ديما نكونوا داخلين فضول لا على الجيران ولا على الناس ولا على عندي دوسي على فلانه، لا انا عندي هذا الدوسي صحيح، لا انا هذا دوسي ماشي صحيح، هاد الدوسي راه غلط اجي نصحح ليك. هذه هي الكلمات العاميه اللي تتقال على الناس اللي كيبغيو يكونوا فضوليين باش يعرفوا بعض الحوايج على جيرانهم، وها هو هاد الشيء واللينا كندخلوا به فضول على بعض القنوات. هاد القناه اللي هي ماشي مؤثره بحال بعض القنوات اللي كيعطيو فائده للناس اللي كيدخلوا بها الجديد لحياتهم، كاين بعض الناس اللي ما كيعرفوش شي حوايج وتعرفوا عليها في قنوات اللي هي جميله واللي هي للاستفاده. هاد القناه معها قنوات اخرين، هي اغلبيتهم شباب، يعني ماشي غير هي اللي بنت وانما كاين اغلبيتهم شباب. هاد القناه مولاتها اللي هي كتشجع البنات على الامومه العازبه، اللي كتشجع البنات انهم يخرجوا ويهاجروا ويخرجوا ويديروا شي حوايج خايبين بحال اللبس، بحال انا كنقول خايبين ما كنبغيش نتلفظ بشي لفظ باش ما يكونش يكون قاسي شويه على صاحبه القناه ولا حتى على المتتبعين، مي يكون السمع ديالهم من عندي نظيف باش يمكن هي الله سبحانه وتعالى غادي يهديها. هذاك الشيء علاش نقول شي حوايج خايبين شي حوايج ما مزيانينش، اما راه الالفاظ كاينه كثيره. هاد القناه اللي كدير شي حوايج خايبين يتعلموهم البنات، وحنا في هاد الوقت ديالنا هذا كمغاربه ديما حنا ديما ومازلنا وصرنا اكثر كنبغيو نقلدو، كنبغيو نقلدو شي حاجه اللي ربما تتكون خايبه علينا وعادي، المهم نديروها، علاش فلانه دارتها وحنا ما نديروهاش، خصوصا انها هي طالعه في اليوتيوب وعندها قناه ودارت والناس عندها متتبعين كتار، كنشوفوا بس للرقم ديال المشاهده وكنعرفوا ان المتتبعين شافوها وتيبغيوها، تنقولوا تيبغيوها مع العلم ان ممكن تكون 80% من الناس اللي داخلين كلها غير فضول باش يشوفوا شنو واقع وشنو كاين او كتسليه ما كاين ما يدار. قلت لكم هذه القناه عندها متتبعين، عندها مشاركين كتار وعندها متتبعين كتار وعندها اصدقاء اصحاب القنوات اغلبيتهم شباب اللي هما بدورهم كيطلعوا وكيبداو يديروا لايف وكيبقاو يهضروا على شي حوايج خايبه تافهه كتوصل للوقاحه ممنوعه حتى ما بين العائلات، يعني تقدر تكون جالس كتفرج. وكنعرفوا ان بعض الناس دايرين اليوتيوب في التلفزيون كيشوفوه ما كيبغيوش يديروا، كل واحد كيشد حاجه كيشوفوا شي حاجه بحال الخراز بحال بزاف ديال القنوات، انا غنقول منها غير الخراز لان الخراز هي القناه الوحيده اللي كيصامر عليها الاب والزوجه والابناء والعائله الا كانوا عندهم كيتفرجوا في القصص ديالو المحترمه والمفيده. ما تقدرش تصمت الا جلستي مع العائله ديالك، ما تقدرش تصمت ما تقدرش تسمع الا غير غلطتي وانت كتقلب، وبعض المرات كتوحل لك الريموند في الـ في الـ في القناه اللي انت كتستحي تشوفها ولكن كتوقف كتسمع شي كلمه خايبه. شنو كيكون وجهك قدام الناس؟ راه انا تنقول دائما، انا ماشي تنحكم على الناس وانما تنقول دائما ما تبقاوش تفرجوا او ديروا هاد القناه، نقلوها في شي قناه اخرى، تكون شي قناه اخرى كتنقل كتحيد الكلمات والحركات والافعال والصوت الخايب بحركه تيت 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 تيت، ما غاديش تبقاو تفرجوا حتى شي حاجه او شي حد يشرح لكم اش تيقولوا. هاد القناه ديال هاد السيده اللي هي امها، هي امها دايرين قناه وحده ليها وحده كيخرجوا
العلن بشي حويج ما فيها حتى شي إفادة، لا هي في الطبخ ولا هي في اللبس الخياطة مثلا، ولا هي في العبرة، ولا هي في النصيحة، ولا هي في إنسان ندم ودار شي حاجة وكيدخل يعودها باش يدان، ولا في حكاية، ولا في حتى شي حاجة، ولا في تصميم شي حاجة، ولا في تجهيز شي حاجة، ولا سياحة، ولا حتى شي حاجة، ولا حتى البلدان مثلا. كاين بعض القنوات اللي يسافروا كيديروا جولة للناس كيخليك تعرف شنو البلاد اللي تمشي ليها وشنو تشوف فيها، وبعض المناطق اللي كتقول يكتفي انني انا شفتها عبر هذه القناة اني شفتها، يعني ما عندي لاش غادي نمشي ليها. هاد حنا اللي كنشجعوا هاد الناس اللي كيخرجوا وتيديروا هاد التفاهة وكنشوفوها من ألفية. داكشي علاش حنا راه ما كنهضروش باش علاش غيرين طالعه عندهم المشاهدة، لا راه حنا بغيناهم يبقاو بالقنوات ديالهم، ولكن تكون ضيفة بالمشاهدات ديالهم، ولكن تكون ضيفة. لكن للأسف كيحاولوا هما يرجعوا لهاد المشاهدات، لهاد القناة اللي كينظفوها، ولكن ما كتعطيهمش المشاهدة، كيضطروا انهم يطلعوا للبسالة ويطلعوا للحويج خايبين ويطلعوا للكلام الساقط. والغريب في الامر انك يدخلوا معهم رجال كبار كبار في السن، منهم عيالات منهم رجال، وكتسمع الكلام خايب. فين هي السلطات؟ فين هي الشرطة الإلكترونية؟ فين هي المراقبة؟ تيقول لك لا حكا راه الا قلتي شي حاجه ودرتي شي حاجه راه كيوقفوا عليك البوليس، حتى كيعيطوا لك في التليفون. فين هي هادشي؟ بغينا الوقت نضاف شويه، على الاقل ننظفوا ما بيننا حنا، بيننا حنا كناس. ما يمكنش لينا حنا نوضوا ننظفوا البلاد كامله، راه عندها اللي ينظفها، ولكن كحنا حنا اللي خرجنا هاد العنكبوته هادي اللي كدور وكتبني علينا الخيوط ديالها، حنا اللي خرجناها وحنا اللي شجعنا وحنا اللي كبرنا وحنا اللي سمناها وغلطناها وخليناها كتعطينا شي حوايج كتندمنا عليهم وتتقولنا وانتم الا ما قدرتوش تحشموا انا غادي نزيد لكم. الله يعطيكم السر، حاولوا ما امكن ديروا شي حوايج اللي في الصالح ديالكم، انت من بيتك والاخر من بيته والاخر من بيته. هاد الحوايج شنو هما؟ انكم تحاولوا توقفوا هاد القنوات اللي هي خايبه، هاد القنوات اللي خايبه حاولوا وقفوا المشاهده فيها، ما تبقاوش تشوفوها باش ما تطلعش باش تنزل. راه ماشي على الفلوس، راه على الحياه، راه ما بقاش الحياه، راه ما بقاش الحشمه، راه ولينا تنخرجوا تنسمعوا فلانه وفلانه. والغريب في الامر انه احنا شرينا طوموبيل، شرينا دار هنا، ودينا الديور مشريين، وشرينا دار هنا ودرنا هنا ودرنا الاشهار هنا، وحنا مشهورين. راه ما مشهورينش، راه نتوما ما مشهورينش، راه نتوما تتبغيو تشهروا نفسكم وتتبغيو تبينوا راسكم انكم شي حاجه باش كتخليوا الاتباع ديالكم. راه خطر هادشي، هادشي راه خطر، لان الشباب والاطفال اللي كيحلوا تليفون وكيدخلوا لهاد القنوات هذه كيشوفوا شي حاجه اللي كيبغيو يمثلوها، وكيبقاو الوالدين ما تيقدروش يسيطروا على ولادهم، ما كيقدروش. واش نتوما ملي ما كانوش اليوتيوب ما كنتوش تقدروا تسيطروا على ولادكم حتى يجلسوا في الدار؟ كيخرج يلعب الكره الدري في الزنقه، كيخرج يلعب الكره وتيقول لصاحبه خرج، وكيخرج كيلبس توني ويلبس السبرديله ويخرج يلعب الكره، ما كتقدرش تقولي ليه رجع، راه غطيح، راه غادي تضرب، راه غادي توسخ حوايجك، راه عندك الحفاضه، راه حنا خارجين، ما كتقدريش. ما بالك دابا الا بغيتي تقولي ليه جلس وحيدي التليفون، تقدرش تحيدي ليه التليفون. علاش؟ لانه عنده قناه كيدخل ليها وهي كيستافد منها اكثر. يعني غير ديروا واحد المقارنه بين زمان وبين دابا، تلقاي اهون الدري يخرج يلعب ويتوسخ ويجي وتصبني ليه وتجلسي ويضرب لك مع ولد الجيران، وتخرجي تخاصمي على ولد الجيران كيف كان قبل، وتضربيه وتضربي ولدك، او تخاصمي عليه صغير، او لا تهزيهم بجوج وديهم لمات الاخر وكتخاصمي وكتكون الامور طيبه. دابا لا، دابا ولا البلا عندك في الدار، واخا ما خرجش الولد البلا في الدار، وانت اللي كتشري الراس ديال البلا، تشري ليه تليفون او كتعطيه التليفون ديالك، عطيني بغيت ندير بحث، راه ما كاين لا بحث لا والو. راه الاشياء اللي كلها منقوله في هذا المواقع كلها مزوره وكلها محذوفه وكلها محرفه. خلي ولادكم يقراو كتب قصص، كانت قصص عبير كيتشدوها الناس تقرا قصه وكتبقى تدوري عندك عبير، عندي راه نقرا اللي قريتها، راه كتولي انت هي اللي قاريه عبير كامله، وكيبغيو يشدوك البنات شنو قاريه القصه كذا كذا، ايه راه فيها وفيها وفيها وفيها،
العقل كيتنمى تبارك الله. دابا تشدي الدري تقولي لي عاود لي شي قصه، وراه غير حاجيه الا بغى يحاجيها لك راه ما يقدرش يعاودها لك، ما يقدرش، ما يعرفش منين يبدا ومنين يسالي. علاش؟ لان العقل ديالو تبلوكا، تبلوكا بشي حوايج كيبغيهم هو يديرهم، شايفهم واصلين ليه، فيهم الفلوس. كيفاش اللي تبغي ولدك تقري وتوصليه للباك، انت توقفي وتشوفي النتيجه ديال ولدك جات، ما بقاش بغاها الولد، غيقول لك ها هو ولد فلان راه قرا، كان قراي وكان تيشد وتيجيب وكيفعل وكيدير، وهو في الاخر ولا دير اليوتيوب هو طلع مزيان، ما دار ليه الباك والو، او لا راه ما داير والو، جالس ولد فلان راه داير وفاعل وصانع وما قراش، دار اليوتيوب وراه فيه التفاهه، وهو كيشد حسن منه، وراه دار شركه ودار هذا ودار هذا. انا كنشوف هادو كيديروا شركات ومن بعد تيقول لك ما عندنا والو، راه ما عندنا لا شركه لا حتى شي حاجه. شنو هاد القناه اللي هضرت عليها؟ هي قناه ديال السيده اللي كاينه في قنيطره، اللي هي طالعه كل مره كتقولنا اجيو، كتبزز علينا، قولوا عاش فلانه، وقولوا كلنا فلانه، وقولوا انا من هنا. وبصراحه بداتنا بالعرى وضمننا معها، لان دارت تحجبات وفي الاخير خرجت ليها قود، وقالت لك اللي عجبو عجبو، اللي ما عجبوش. ملي كتشوف راسها القناه كتسقط، كتخرج كتبقى تبكي، وحنا كاع ولينا لهاد الدرجه سذاجين لهاد الدرجه. علاش ملي كتهبطوها كتعاودوا تطلعوها؟ خليوها باش تحشم، باش تعرف راسها على لا هي ولا امها اللي خارجه دايره يدها مع السيده اللي في اسبانيا، وكتقولها اجي نتعايروا واجي نديروا واجي نقولوا. علاش؟ على الناس ناقصين معيور، بالعكس الناس تنظمات وتادبات، والعيالات ولاو داخلين سوق راسهم، والجيران ولاو كل واحد داخل سوق راسو، كي كيتعرفوا بالمعروف، حد ما بقى كيضرب. فين هي داك المضاربه اللي كان الا في بعض الحياء اللي كاينه؟ اما المضاربه والسبان والكلام الخايب والسقط واللي كان بين الناس شحال هذه ما بقاش. علاش حنا دابا نتوما بغيتو تخرجوا لينا في اليوتيوب، يخرجوا الناس يديروا الموديل ديالها فلانه فلانه، صافي ما بقاش غتحل الباب وتعيط لجارتها وتقول لها عطيني مليحه، عطيني شويه ثومه، عطيني بصيله، عطيني هذه، حيتو هذيك، هذيك لا راه ماشي كلاس، هذيك اهون انك انت تخرجي وتبداي تعايري مع بنت قد بنتك، وتقولي لها اجي نتعايروا، قولي لي وفعلي لي وصنعي لي، وبالسبان وباتقان التمثيل. الله يهديكم، الله يهديكم. هاد القنوات اللي دايرين قناه مع بناتهم ومع اولادهم وتيديروا هاد الشيء اللي هو خايب، اللي هو ممنوع اخلاقيا وتربويا. كنتمنى تسمعوا وتفهموا المواضيع كلها اللي كنطرقوا ليها، راه عندها عبره، راه عندها حكمه، راه فيها التفاته. وكنتمنى تكون واحد المحبه، واحد الاخوه، راه الا حبيتوا هاد الناس اللي دايرين هاد الشيء حبوهم، اللي دايرين هاد الشيء خايب راه الا حبيتوهم غادي تنقدوهم، حيت الا ما حبيتوهمش هي اللي كتدخلوا كتبقاو تفرجوا فيهم، اما الا حبيتوهم غتعطفوا عليهم وغادي تخرج تدخلوا عندهم، ما تبقوش تقولوا لهم الفاعلين الصانعين درتوا الله يعينكم، لا غير ما تدخلش عنده هكا، كتسمى انك حبيتي، ما كتدخلش عنده، حبيتي ربيتي. اما الا دخلتي عنده راه انت كتعدى عليه، كتخليه كتشجعو، كتزيدو تشجيع في تشجيع باش كانه هو كيزيد. كنتمنى نكونوا واضحين ونكونوا فاهمين، وتفرجوا ووزعوا وديروا لايك وعلقوا، حتى الا ما عجبتكمش الهضره ديالي علقوا، ولكم جزيل الشكر.